فلما استخدمت الداية حرباية ذلك الزبال تمبال وأخذت منه الجنيه وقدمت المولود إليه خدعت الشيخ صابر وزوجة الشيخ صابر وأرتهما جثة المولود الآخر وأفهمتهما أن هذا المولود هو ابنهما. عندئذ استرجع الزوجان الطيبان وجعلا يبكيان ثم أسلما أمرهما إلى الله ورضيا بقضاه. أما الزبال تمبال فعندما ضم الوليد إليه أنزل الله الشفقة في قلبه عليه وطفرت الدموع من عينيه وانطلق إلى زوجته وهو يكاد يطير من فرحته. زمارة زمارة الحين يا زمارة زمارة افتحها زمارة 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 تعال شوف يا زمارة. الله انت بتعمل لك غارة. شوفي شوفي يا زمارة. ايه ده اللي معاه؟ شوفي 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 الله ده عايل لسه مولود. شوفي زي ما يكون مملوك ولا ملك من ولاد الملوك. وجبته منين يا تمبال؟ انا لقيته جنب الشوال. هو احنا ناقصين عيال؟ اسمع مال تمبال زمارة انت مطرح ما جبته تروح توديه. يعني اروح ارميه؟ انت جايبه لنا علشان ايه؟ هو احنا قادرين نربي ولادنا لما هنربيه؟ لكن انا مستبشر بيه. يعني مش عايز تروح توديه؟ هو بس ذنبه ايه؟ طب انا هاخده جنب الشوال وارميه. يوه يقطعني انا ساعة ما خدته صدري زي ما يكون خش قلبي يا ربي. نفس الشيء اللي حصل لي. سادي لي 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 مني 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 أو من سن هندو. هو تقريبا قده. خلاص أو ترضعيهم مع بعض وربنا ما بينساش حد. لي 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 حاسه اللبن في صدري بيجري. مال ده رزق ربنا بعته للعيل. تعال تعال لما ردعك. انت بتضحك يا تمبال؟ مال ده بكره هيبقى عالي العال. هيبقى شيخ الزبالين. ما احنا عندنا اتنين. وماله زياده الخير خيرين. هم يشتغلوا معايا زبالين. طب والاسطبل؟ اشغل واحد منهم في الاسطبل وهيتبقى من هنا ومن هنا ونعيش في سعد وهنا. لكن قوليلي هو احنا مش هنسميه؟ هنسميه ايه؟ احنا عندنا شاندو وهندو. نسميه ماندو. ماندو 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 يلا ماندو ماندو. عارف ان احنا بنندهله. يا حبيبي يا ابني سلمت اليك امري. هو احنا لحقنا نفرح به؟ يا ولي حقي وخدوا صاحبه. يا ريتني كنت انا. ربنا عايز كده. طب كان ليه بيطعمنا لما هو عايز يحرمنا؟ سبحان الله هو حر في ملكه احنا هنشاركه. قول الحمد لله على فضله. الحمد لله على فضله. ما تنسيش كمان ان ربنا عوضنا. ودنا يتعود يا شيخ صابر. السرة اللي السلطان اداها لنا ربنا بعتها لنا. تعرفي طلع فيها قد ايه؟ 100 دينار. تعرفي يا مرزوقة انا هصدق منها ب20 دينار اللي ربنا يقدرك عليه. بس انت بقى
تقلعي توب الأحزان وكل شيء يرجع زي ما كان. كل يهون مع مرور الزمان وربنا هو المستعان. كل شيء تمام يا شهلان؟ الخلق من كل مكان، الناس مليين الميدان. يعني كل شيء تمام. اتفضل يا مولاي السلطان عشان تشرف المهرجان. لما تيجي السلطانة والأميرة وردشان. ده أعظم مهرجان. اعطوا المحتاج واطعموا الجعان واسقوا العطشان. النهاردة عيد الأميرة وردشان. العيد الحقيقي يوم ما ربنا خلصنا من النبوءة. النبوءة؟ فعلا يا شهلان، لولا اننا قسمنا التفاحة نصين مع الراجل ده السجين كان زمان السلطانة خلفت اتنين. ده ربنا انقذنا مرتين يوم ما انقسمت التفاحة نصين عشان ما يبقوش اخين مادام هتنشأ بينهم قصة حب ويتجوزوا بعض. لكن ربنا انقذنا مرة تانية. ايه هي؟ يوم ما مات المولود اللي جه للشيخ صابر. انت لسه فاكر؟ وايه اخبار الراجل ده اللي اسمه الشيخ صابر؟ من يوم ما اديناه الميت دينار ما حد عارف ايه الاخبار. دي حكاية بقى لها كام سنة. على كل حال دي ارادة ربنا، لكن برضو لسه في نفس الشيء يا شهلان. زي ايه يا مولانا السلطان؟ ما عرفش. انت ليه كل ما انسى الحكاية دي تفكرني؟ انا حاسس ان النبوءة دي بتطاردني. بعد المولود التاني ما مات وشفناه بعنينا هنخاف من ايه بس يا مولانا؟ برضو لسه المسألة دي شغلانة. يبقى انت بقى اللي مش عايز تنهيها. أنهيها إزاي يا شهلان؟ تجوز الأميرة ونفضها سيرة. الأميرة لسه صغيرة. وماله؟ إحنا بس هنعرض عقدها عشان المسألة تبقى خدت حدها. وهو يعني كان جاني خطاب عشانها وردتهم؟ أنا واحد منهم. أنت؟ أيوة. ليك أنت يا شهلان؟ لخدامك أرمان. أرمان مين؟ ابني. أنا عارف إنهم لسه صغيرين، لكن مسافة كام سنة هيبقوا ملو العين. وإذا كان على الرسميات والعقد يا مولاي، إحنا نعقدوا بما لنا عليهم من حق الولاية. برضو كلامك صحيح يا شهلان. ونبقى خلصنا من حكاية النبوءة دي يا مولانا. بس برضو أنا لا يمكن أعملها. هي دي الطريقة اللي مفيش غيرها. مش يمكن لما يكبروا ما يحبوش بعض واللي بنيناه يرجع تاني ينهد؟ لكن يا مولانا انت عايزهم يدعوا علينا. ده أرمان هيبقى خدامها وزوجها. مش يمكن ما يدخلش مزاجها؟ ده القلب وما يريد. أنا لا يمكن أبت النهاردة في جوازها، دي مسألة تخصها لوحدها. أنا لا يمكن أجوزها رغم إرادتها. وإحنا نخلص من قدر عشان نواجه قدر؟ نخلص من ابن الشيخ صابر عشان نقع في أرمان؟ أنت بتشبه ابن الشيخ صابر بابني يا مولاي؟ اسمع يا شهلان، عهد أسأل عليه أمام الديان. أنا لا يمكن أجوز وردشان إلا للشخص اللي تختاره هي من وسط الشبان. طيب يا مولاي، ننتظر كمان. مولاتي السلطانة والأميرة وردشان يا مولاي السلطان.
احنا جاهزين يا مولاي السلطان. مولاي السلطان، مين اللي نور المكان ونور قلب السلطان؟ وردشان، وهي اللي هتنور النهارده المهرجان. ده دلع بقى يا مولاي السلطان. امال دي وردشان اجمل ورده في البستان. الله الله، انا ابتديت اغير يا مولاي. يلا بينا يا وردشان لحسن السلطانه تعملها حكايه. ما تزعليش، يلا بينا انا هاخدك معايا. شايف بنتك يا مولانا؟ ما هي برضو بنتك يا سلطانه. دي بنت عمري يا مولانا. تعال معانا يا شهلان، احنا هننزل المهرجان عشان نقدم للشعب الاميره وردشان. اتفضل يا ملك الزمان، تقدم يا مرجان. أمر مولاي. زمارة، هو ما جاش لسه برضو يا زمارة؟ انت جيت يا تمبال؟ انا بسألك على الواد ماندو. انا بعت له شاندو، كل يوم اقول له يلم الزبالة ودي له الزنبيل، لا يلم كتير ولا يلم قليل. حد عارف الواد ده بيروح فين؟ بيروح الاسطبل يا ستي يلعب مع الخيل. اتاري ما بيجيش الا بالليل. انا حوريه الويل. يا اختي مش خايف؟ لا الخيل تدوسه برجليها. مع اني يهلو ما يهوبش نواحيها. يعني احنا كنا ناقصينه يا تمبال، ما احنا عندنا العيال. احنا برضو لسه هنتكلم في الحكايه دي يا زمارة. ما انت شايف بيعمل ايه؟ انا حوريله. لازم تشتد عليه. مين؟ ده انا مام. اهو جالك اهو. قوم 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 افتحيله. خش. تعال تعال يا هيلا. أنا فين الزبالة اللي لميتها النهاردة؟ ده أنت مصيبتك مصيبة جامدة. أنا مش قايد لك ما تهوبش ناحية الاسطبل. أصل ايه، ما بتتكلمش ليه؟ ما ترد عليه انت. انت مش خايف لا الخيل تدوسك ولا تعضك؟ الخيل مش ممكن تدوسني ولا تعضني عشان هي بتحبني كده. طيب انا بقى هوريك. قول يا فكيك. فكيك فكيك، الواد بيقول فكيك. الله الله تنبال. الواد جري يجري وراه. ما انا بجري اهو، بجري اهو يا زمارة، بجري. شوفي بجري اهو ازاي، بجري يا زمارة. انا ماندو، ماندو يا ماندو. هو انطلق الفتى ماندو يجري ويعدو ووراءه الزبال تمبال حتى ادركه في